السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الاستثنائي الأهلي ينتخب. الأهلي ينتخب، هذه النافذة اليومية التي يطل منها كل السادة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي التي تعقد بإذن الله يوم 26 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي في الأربع سنوات القادمة. الأهلي ينتخب هذه النافذة اليومية بتتاح فيها الفرصة لكل السادة المرشحين تباعا للتحدث للجمعية العمومية والجماهير النادي الأهلي في كل مكان، نوع من تقديم كل هذه الخدمة لكل السادة المرشحين وأيضا لكل السادة أعضاء النادي من أعضاء الجمعية العمومية عشان يكونوا صورة كاملة عن كل السادة المرشحين، أفكارهم، برامجهم، آرائهم، انطباعاتهم، كل اللي عايزين يكلموه للجمعية العمومية بيكون من خلال الأهلي ينتخب اللي بيقف على مسافة واحدة بين كل السادة المرشحين اللي استجابوا لدعوة وخطاب الإدارة التنفيذية للنادي اللي خاطبت كل السادة المرشحين كتابيا بأن كل واحد يحدد اليوم اللي بيرغب فيه في الظهور من خلال قناة الأهلي وبرنامجها الأهلي ينتخب، اللي تفضل وحدد ميعاد تم استضافته واللي ما حددش بيتم استضافته تباعا لغاية فترة الصمت الانتخابي اللي بتسبق انعقاد الجمعية العمومية. عايز أقول لكم أنه بكرة إن شاء الله تعالى الأربع في دعويين أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بخصوص انتخابات الأهلي، وأنا هنا الحقيقة عايز أقول لكل السادة المرشحين بلا أي استثناء وبدون أي تمييز، النادي الأهلي يا جماعة ما عرفش التفوق والانتصار والنجاح إلا بسبب الاستقرار. شفنا أندية كتيرة لما شهية مرشحيها وأعضائها ومسؤوليها شهيتهم راحت للتقاضي وراحت لإقامة الدعوات ودعوا بالبطلان وطعن مش عارف في الإجراءات و و و و شفنا مصير هذه الأندية من عدم الاستقرار. لكن يبقى إنه القضايا الجادة أو استخدام الحق القانوني والدستوري لا غبار عليه. بس قبل ما نقول هذا الحق القانوني المستخدم إيه موقفه؟ لأن بكرة الدعويين المعروضين على محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، واحدة منهم من الأستاذ محمد ثابت فضل الله. أستاذ محمد ثابت فضل الله عضو النادي اعتاد الترشح لو تتذكروا حضراتكم اسمه من خلال دورات سابقة كتيرة كان بينزل أيام الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله. قدم رفع دعوة للأستاذ محمد ثابت فضل الله بيطعن في إنه الفلوس اللي تم تحديدها كرسوم للترشح دي مش منصوص عليها في اللائحة، وإنه مجلس الإدارة هو اللي قررها. وبالتالي فاكرين لما قلنا لكم إنه نوع من ضبط المسألة ومساهمة المرشحين في تكلفة انعقاد الجمعية العمومية، مجلس الإدارة بحسب اللائحة، وأنا هنا بقول لكم إنه دي لائحة النظام الأساسي، ده دستور النادي الأهلي، أي حاجة الإدارة التنفيذية للنادي في شأن الانتخابات بالتحديد بتقررها لو بره اللائحة يمكن الطعن عليها ويمكن التقاضي بشأنها، لكن لما يبقى دي نصوص صريحة وواضحة فأعتقد لما يعني لا اجتهاد مع نص، إذا كان في نص في اللائحة صريح وواضح طب ما احنا اللي بيحكمنا الدستور بتاعنا، ما اللي بيحكم العلاقه بين كل المرشحين وكل اعضاء النادي لائحه النادي. فعلى عايز اقول لحضراتكم ما يخص احقيه مجلس الاداره في انه هو اللي يحدد الرسوم، هل هذه الرسوم اللي تم اقرارها انه مرشح الرئاسه يدفع 30,000 جنيه او امين الصندوق او عضو مجلس الإدارة او نائب الرئيس، هل ده كلام منصوص عليه في اللائحة ولا لا؟ ده نص صريح جدا. تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء النادي العاملين والمسددين، لكن لما هاجي مثلا عند الـ 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 ما يخص أحقية مجلس الإدارة في أنه هو اللي يرشح أو يحدد هذه الرسوم، يتقدم المترشح أو وكيله، دي المادة 56 من مستندات الترشح، يتقدم المترشح أو وكيله بتوكيل رسمي خاص بطلب باسم المدير التنفيذي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي،
ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية المدير التنفيذي بإيصال تسلم ممهور بخاتم النادي على أن يسدد. عشان كده أنا بقول لكم قبل ما ناخد بعض ونروح المحكمة نفتح اللائحة ونقراها، إذا كان في نص صريح يبقى نعفي النادي الأهلي من أي تقاضي ومن أي جرجرة للمحاكم، ما دام في نص صريح بلاش نعطل الشغل. نرجع للنص، إذا كان ده مش من حق مجلس الإدارة نقدر نطعن عليه، لكن لما يبقى اللائحة اللي أقرتها الجمعية العمومية اللي بتمثل دستور النادي بتنص على هذا النص، يبقى ما أعتقدش إن احنا من الصح أبدا إن احنا نعطل إجراءات الجمعية العمومية أو ناخد الأهلي لسكك نتمناها إنه النادي ما يوصل لهاش، لأنه النص اللي أنا بقوله لحضراتكم من المادة 56: ويتم تقديم مستندات الترشح لمدة 7 أيام من الساعة 9 صباحا حتى تسلم بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا. طب المبلغ ده إيه؟ يحدده مجلس الإدارة رسوما للترشح. إذا لائحة النظام الأساسي قالت إن رسوم الترشح بيحددها مين؟ مجلس الإدارة. وذلك دي مش جباية ولا ضريبة، دي للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية. إذن نص صريح في مادة أو في المادة 56 لائحة النظام الأساسي للنادي إنه مجلس الإدارة بيحدد الرسوم، رسوم الترشح. لما مجلس الإدارة حددها بموجب اللائحة اللي نشرت في الوقائع الرسمية وهي الدستور النافذ للنادي واللي مؤكد إنه لما النادي بيرد على هذا أو هذه الدعوة بيرد بالمستندات والنصوص اللائحية المنصوص عليها بشكل واضح. مجلس الإدارة قال إيه؟ أنا عندي 4 فروع، عندي مقرات النادي، عندي عملية انتخابية يا جماعة دي الجمهور الأهلي تقترب من حوالي 4 مليون جنيه تكلفة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات الأهلي، بتكلف خزانة النادي حوالي 4 مليون جنيه. طيب لما يكون السادة المرشحين، وهنا أنا بتكلم على الكل على قدم المساواة، أنت لو هي المسألة الناس داخلة علشان تخدم النادي، فأنا بتكلم في نادي رسوم العضوية بتاعته وصلت ل 750 ألف جنيه. لما يكون المرشح من حقه يستخدم مقرات النادي كلها بكل إمكاناتها وكل مرافقها لأعمال الدعاية بتاعته طيلة فترة الانتخابات كاملة، إذا كانت العملية بتتكلف حوالي 4 مليون جنيه، عارفين لما يدفع مرشح الرئيس أو أمين الصندوق أو نائب الرئيس كل واحد بيدفع 30 ألف جنيه، ومرشحي عضوية مجلس الإدارة فوق السن كل واحد بيدفع 20 ألف جنيه، والشباب كل واحد بيدفع 10 آلاف، التوتال بتاع كل دول اللي قدموا لخزانة النادي من رسوم ترشح 400 ألف جنيه فقط لا غير، يعني بالظبط أقل ربما من 10% من إجمالي تكلفة الجمعية العمومية اللي بتتكلفها أو بتتحملها خزانة النادي. فهنا أنا لما أرفع دعوة وأقول أنتوا ليه بتاخدوا فلوس على الترشح؟ لا، ما هو دي اللائحة، لائحة النظام الأساسي، وده النص، لأن المسألة مش أي واحد يدخل خلاص أنا معدي جنب النادي معايا كريه مسدد أروح دافع وألزم الناس تفضل تقول اسم وتعلق صور وتعمل كل حاجة وكله ببلاش. هنا في رسوم قبل ما تكون لضبط جدية الترشح، فهي للإسهام في تقليل حدة تكاليف العملية الانتخابية على النادي، وحتى اللائحة قالت إسهاما من المرشحين في تحمل تكلفة العملية الانتخابية. إذن هذه الدعوة من الأستاذ محمد ثابت فضل الله عضو النادي هتعرض بكرة، الرد القانوني عليها زي ما قلت لحضراتكم هي حسب ما جاء في لائحة النظام الأساسي، وده حق أصيل اديته اللائحة لمجلس الإدارة أيا كان من مجلس الإدارة، واللي دفعوا كل السادة المرشحين كان ساري على الجميع. الدعوة الثانية كانت من الأستاذ وليد الفيل، قال إن أنا رحت أترشح طلبوا مني في اللحظات الأخيرة قبل الترشح تقديم ما يفيد الموقف من التجنيد. طب الموقف من التجنيد هي مادة صريحة جدا في المادة 56 في الفقرة الثانية، العضو اللي بيتقدم للترشيح ملزم بسداد ايه او تقديم ايه. المادة الثانية او البند الثاني في الاوراق المطلوبة من العضو شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او ما يفيد الاعفاء منها او غير مطلوب لادائها
على وفق القانون في تاريخ فتح باب الترشح، وطبعا صحيفة الحالة الجنائية ده المادة 3. إذن أنت لما تيجي للجنة، ودي اللي بالمناسبة هي لجنة من الجهة الإدارية، والسيدة المشرفة من الجهة الإدارية اللي كانت بترأس عملية تلقي طلبات الترشيح بتكتب تقريرها للجهات المختصة. كل واحد بيجي مطلوب منك 1، 2، 3، 4، 5. اللي بيقدمه الكابتن محمود الخطيب، هو اللي بيقدمه الأستاذ العمري فاروق، هو اللي بيقدمه الأستاذ خالد مرتجي، هو اللي بيقدمه الأستاذ خالد درندلي، هو اللي بيقدمه كل السادة المرشحين. مفيش خيار وفقوس. فلما تيجي في آخر 5 دقايق أو آخر 10 دقايق قبل غلق باب الترشح وما معكش الإجراءات أو الأوراق اللازمة الكاملة، دي مسائل ما فيهاش سين وصاد وما فيهاش تفرقة ولا تمييز، ومش إدارة النادي اللي بتبت في ده ولا مجلس الإدارة اللي بيبت في ده. اللي بيبت في ده اللجنة الإدارية المكلفة من الجهة الإدارية بتلقي طلبات الترشح. فكان الأستاذ وليد الفيل لما ما قدمش استكمال أوراقه، خاصة الموقف أو شهادة أداء الخدمة العسكرية، لأنه المنطق واحد يقول هو فلان الفلاني عنده حاجة و50 سنة ليه بطلبه بده؟ لا، طب ما هو الكابتن الخطيب أكبر من كده سنا وبيقدم هذا الموقف. كل السادة المرشحين، بل إنه حتى أعضاء مجلس النواب في منهم بيبقى فوق الـ60 وفوق الـ70 سنة، لما بيقدم ما يفيد أداؤه للخدمة العسكرية ده شرط إلزامي ملوش علاقة بالمنطق، إن أنا إزاي بطالب واحد فوق الـ50 بموقفه من التجنيد. لا، ده شرط أساسي موجود في الأوراق المطلوبة في الترشح، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو. فدي مسائل واضحة جدا الشؤون القانونية في النادي بترد عليها لمحكمة القضاء الإداري، اللي بكرة في الدائرة الثانية بتنظر هاتين الدعويين، اللي أنا زي ما قلت لكم نتمنى إنه قبل ما ناخد النادي في السكك ديت نرجع لدستور النادي، لأنه ما دام في نص واضح وصريح نعفي الأهلي من كل هذه المشاكل.